ما هو حكم الرهن العقاري؟ شرع الله تعالى الرهن كعقد من عقود التوثيقات للديون لغاية وحكمة بالغة، وتتمثل في توثيق الحقوق لأصحابها، فإن الدائن يأخذ حقه من قيمة الرهن حال عجز المدين عن سداد دينه، ما يعني أن حقه لن يضيع وأن المدين لن يتقاعس عن أداء الدين وسداده، لأنه يدرك أن ذلك سيعرض ما رهنه من عقار أو غيره للنقص والاقتطاع. العقار هو الثابت الذي لا يمكن نقله أو تحويله من مكان إلى آخر مثل الأرض والبيت والمباني، ويقابله المنقول وهو ما كان قابلا لتحويله من مكان إلى آخر كالنقود والسلع والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات المختلفة. والمقصود بالرهن العقاري جعل العقار وثيقة للدين عند الدائن ليستوفي حقه من الدين من هذا العقار حال عجز المدين عن السداد. أما فيما يتعلق بحكم الرهن العقاري فالفقهاء متفقون على جوازه لاعتبارهم أن كل ما جاز بيعه جاز كونه رهنا، فيبيع العقار جائز بالتالي رهنه جائز كذلك، لأنه الغاية من الرهن توثيق الدين وحفظ حق الدائن، وهذه الغاية تتحقق سواء كان المرهون عقارا أو منقول، كما أن جواز الرهن في القرآن الكريم جاء مطلقا في قوله الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ما هي شروط عقد الرهن؟ ثمة شروط لا بد من توافرها في عقد الرهن على خلاف بين الفقهاء في جزئياتها وتفصيلاتها، وهي الصيغة، يقصد بها الإيجاب والقبول من طرفي العقد ويكتفي بكل ما يدل على الرضا من المتعاقدين عند جمهور الفقهاء. من شروط عقد الرهن أيضا العاقدان هما الدائن والمدين، ويشترط فيهما العقل والبلوغ، فلا يصح الرهن من مجنون أو صغير إلا من وليهما شريطة أن تكون في العقد مصلحة لهما. من شروط عقد الرهن أيضا المرهون، وهو المنقول أو العقار المعلوم الذي جعل وثيقة للدين لاستيفائه منه أو من ثمنه حال عدم السداد. من الشروط أيضا المرهون فيه، المراد به هو الحق الذي حق الرهن لضمانه وهو الدين الثابت في ذمة المدين.